مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. ما بقدر أعيش حتكون الأغنية الثالثة لمحمود العيساوي اللي راح تنزل يوم 13/10، حيث شفنا من خلال تيزر الأغنية أنها حتكون مختلفة عن باقي أغاني محمود من حيث التصوير للإيقاع لنوع الأغنية وكلماتها كمان، حيث اللي كتب كلمات الأغنية هو اليوتيوبر مرسال. نزل فيديو كليب وسام تيكت اللي انتظروا عدد كبير من متابعينه بحماس، حيث كان مختلف عن باقي أغانيه وفيديو كليباته، فهالمرة اختار انه حيكون فيديو كليب كرتوني من حيث التصوير والإيفكت وحتى إيقاع الأغنية، وحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال يومين فقط من تنزيله. اختار عمر فاروق هالمرة تجربة ضابط جمارك لتكون بسلسلة عمر يجرب، حيث بلش السلسلة بطريقة مختلفة غير العادة، فبلشها بمقلب بمتابعينه بهالفيديو اللي نشروه على انستغرامه، وبعدها بساعات نزل الحلقة على اليوتيوب ليكتشف متابعينه أنه الفيديو اللي نشره كان عبارة عن تمثيل ومقلب. أما الحلقة فحققت نجاح كتير كبير، فتخطت حاجز المليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من تنزيلها. أما دايلر ففاجأ متابعينه بمفاجأة غير متوقعة، فمن قبل مدة كان عم بيحضر لشي جديد وتجربة جديدة اللي كان عبارة عن فيلم وثائقي لإله، وما حكى دايلر عن موضوع ومضمون الفيلم، واللي صرح عنه أنه حيكون التريلر للفيلم حينزل بعد أيام. أما نور ستارز فعم تعيش أجواء كتير حلوة بالمغرب، فمبارحة شفناها مع محمد رمضان بهالستوريها. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.